السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فلوى وسام. اليوم راح نديرو طبق جزائري تقليدي اللي هو عبارة عن اللحم تاع الدانت ولا الدجاج ولا اللحم تاع الأرنب، يعني اللي يكون عندك بالبصل والطماطيس. أنا هنا درت قطعة تاع اللحم تاع الدانت في طاجين، يعني هنا ممكن تعوضوها بلحم الدجاج ولا اللحم تاع الأرنب. نشعلوا عليها النار، منضيف البصل. هنا عندي زوج حبات تاع البصل كبار قطعتهم شرائح. هاد الأكلة يعني تجيب البصل وطماطم فقط، وتجيب بزاف بنينة. وسهلة في التحضير. نضيف البصل مع اللحم، راح نضيف شوية تاع الزيت، تقريبا ملعقتين من الزيت، جوج مغارف كبار تاع الزيت باش يتقلى لنا البصل هو واللحم. ونخليه على النار يعني قليلة يذبل، لازم يذبل شوية البصل قبل ما نضيفو الطماطم كما راكم تلاحظوا. لازم يتقلاو مليح مع بعض باش يجيكم بنين. درك هنا راح ندير شويه تاع الملح، او نضيف شويه تاع الملح، شويه فلفل كحل، نضيف شويه فلفل احمر حلو، ونزيد كوري دجاج توابل الدجاج. هنا الكوري راح يعطيه واحد الطعم خاص، يعني راح يجي بزاف بنين. نضيف طماطم حبة، تقريبا واحد 3 حبات ولا تاع الطماطم، تطحنوها ولا تقطعوها صغير، مهم تقلعوا لها القشره، تميكسوها بالميكسور ولا تقطعوها مكعبات صغيره وديروها. هنا الملاحظه اللي نقولها لكم، الا كان الطماطيس تاعكم فيها الماء، يعني هذا الطاجين ما تزيدولوش الماء، يطيب غير في الماء تاع الطماطم. بعد ما نغطوا نقصوا النار ونخلوه يطيب في هذيك لاصوص تاع الطماطيس اللي حطلقها. وإلا كان الطماطيس تاعكم ناشفه سيغتو تاع الشتا يعني تجي ناشفه شويه، زيدوا لها شويه تاع الماء، من ربع كاس حتى نص كاس على حسب شحال تحتاجوا يعني والكميه اللي درتوها، برك يكون ما ساخن. راح نغطي عليه نخليه على النار قليله يطيب. هنا في الاخر بعد ما طاب كما راكم تلاحظوا درت له رشه تاع المعدنوس. هنا لازم يطيب على النار قليله بزاف باش اللحم يطيب، واذا كانت الطماطيس ما فيهاش الماء ضيفوا شويه ما باش يطيب لكم اللحم. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، صحه فطوركم والى اللقاء.